السلام عليكم، محمد من قناة إي بوي. أعتقد أن متابعين القناة هذه ولا فترة طويلة يعرفون مدى اهتمامي بسلسلة أساسنز كريد ولأي درجة أعشق هذه السلسلة، لدرجة أن في سلسلة كاملة شرحت فيها القصة لأول 4 أجزاء. بس مع انقطاعي عن السلسلة وعودتي لها مع أساسنز كريد أوديسي، شفت أشياء ما كنت أتوقع أني ممكن أشوفها في السلسلة ولا أعتقد أنها تحتاجها بالأساس. اللعبة صار فيها عناصر RPG ومهام فرعية وأشياء غطت على جوهر السلسلة، والشيء الرئيسي اللي حبينا سلسلة أساسنز كريد عشانه، وحتى أن قصة الأساسنز والتمبلرز صارت تنشرح في مهام فرعية وديالسيز. من متى سلسلة أساسنز كريد احتاجت انها تكون لعبة عالم مفتوح وفيها عناصر RPG عشان تكون لعبة ناجحة؟ حسب علمي سلسلة أساسنز كريد صنعت مجدها من الجيم بلاي البسيط والقصة المحبوكة، يعني على الأقل بالنسبة لي أنا شخصيا. سلسلة أساسنز كريد دائما ما كانت تربطك بالحقبة الزمنية بشكل جدا ممتاز، سواء من تصميم العالم أو الشخصيات اللي موجودة فيه أو طريقة تقديم هذه الشخصيات، لدرجة ان في بعض الأحيان ممكن ترتبط حتى بالفيلنز اللي موجودين في اللعبة. هذه هي درجة العمق اللي كانت عليه سلسلة أساسنز كريد. لكن صار فيه تغييرات على سلسلة أساسنز كريد في أوريجينز، وهذا الشيء طبيعي جدا ومتقبل لو فكرت فيها بمنطقية، لأن السلسلة عمرها 10 سنوات، فطبيعي جدا أن السلسلة محتاجة لتغييرات. وشخصيا أنا ما لعبت أوريجينز بس لعبت أوديسي، واللي المفترض على حسب كلام الناس كانت تصلح أخطاء أوريجينز وتبني عليها. ومن تجربتي لأوديسي انصدمت صراحة بكمية الأخطاء الشنيعة اللي موجودة فيها. بغض النظر عن أن اللعبة تحولت إلى لعبة عالم مفتوح ضخمة جدا بدون أي متعة تذكر، يوبيسوفت قامت في نفس الوقت وبطريقة عجيبة بوضع نظام تلبيل يمكن من أسوأ ما شاهدت. لأن حرفيا لو ما لعبت المهام الفرعية أو اشتريت المايكرو ترانزاكشن ترك ما بتلفل في اللعبة، فبالتالي ما تقدر تتخطى المهام الرئيسية. طبعا هذا غير أن القصة حرفيا ضاعت بسبب العالم المفتوح الضخم والساعات اللي تقضيها وانت تتنقل من منطقة لأخرى، مع الضعف الشديد في تقديم قصة الأساسنز والتمبلرز عن طريق المهام الفرعية. في مراجعة كاملة تكلمت فيها عن أساسنز كريد أوديسي، ممكن تشيك عليها من علامة التعجب علشان تفهم وجهة نظري بشكل جيد. على كل حال، اختفت السلسلة منذ سنة 2018، وهذه تعتبر خطوة إيجابية جدا من جانب يوبيسوفت لتطوير اللعبة بشكل أفضل ودراسة مشاكل اللعبة وحتى الاستفادة من انتقادات اللاعبين. الآن بعد مرور سنتين سمعنا وأخيرا عن جزء جديد باسم فالهالا، وطبعا من اسمه بتفهم انه يتكلم عن حقبة الفايكنجز مع إدخال قصة الأساسنز والتمبلرز كجزء رئيسي منها. إجمالا أنا أحب الأعمال السينمائية المبنية على الفايكنجز، وواضح بأن اللعبة أخذت من طابع مسلسل فايكنجز اللي يعتبر من المسلسلات المفضلة بالنسبة لي على الأقل أول 4 أجزاء. ظهرت الكثير من التفاصيل عن اللعبة ومهتم إني أغطيها بصراحة، لأن في قنوات ثانية غطتها بشكل جدا ممتاز. عندك مثلا الفيديو اللي نزل بلاير 1 واللي يتكلم عن تفاصيل اللعبة بشكل مختصر، وأيضا في عدة فيديوهات من قناة كويت ووريور تكلم عن اللعبة بشكل مكثف، وكل هذه الفيديوهات بتحصلها في علامة التعجب. الآن أعتقد هذه مقدمة كافية للموضوع. بالنظر للمعلومات المذكورة أو التريلر أو أي شيء سمعت عن اللعبة، المفترض أنك تتحمس لفالهالا، لكن في خبر واحد فقط لغى كل الحماس هذا بالنسبة لي أنا شخصيا. يوبيسوفت طلعت وقالت وبصريح العبارة اللعبة أضخم من أوديسي، يعني وكأن يوبيسوفت ما تعلمت شيء من تجربة أوديسي. يقال بأن لعبة فالهالا تم تطويرها في خلال 2 أو أكثر من 2 على ما أعتقد. بس أنا عندي سؤال ودي حد يجاوبني عليه، هل تعتقد أن 2 إلى 3 سنوات كافية لتطوير لعبة عالم مفتوح بمستوى ألعاب أوديسي أو ضخامة ألعاب أوديسي؟ ما هو مشكلة يوبيسوفت الرئيسية أنهم يبغون يطورون ألعابهم في فترة قصيرة جدا، فتحس أن المطورين ما يأخذون راحتهم في تطوير الألعاب. وفي نفس الوقت غير أن اللعبة عالم مفتوح، يوبيسوفت تبغى اللعبة هذه تكون ضخمة وكل جزء يكون أضخم من اللي قبله. يعني أنا ما فاهم في ناس لهذه الدرجة تهتم في ضخامة العالم علشان يوبيسوفت تصر على أن ألعابها في كل جزء تكون أضخم من اللي قبلها. أنا ما ضد ضخامة العالم، لكن أنا ضد أنك تحطي لي عالم ضخم لمجرد أنك تبغي الناس يقضون فيه ساعات وهم يمترونه. وهذا حرفيا هو وضع أساسنز كريد في الوقت الحالي، معليش يعني. يعني بعض التجارب المفترض أنها تكون في عالم يعني ملموم على بعضه، نفس God of War كمثال. اللعبة كانت ممتعة لأنها كانت في عالم ملموم، بس تخيل لو اللعبة كانت بحجم أوديسي، لعبة ضخمة جدا على الفاضي. المشكلة أن يوبيسوفت تقول أن في 14 استوديو شاركوا في عملية تطوير فالهالا، حتى روكستار في عندها 17 استوديو شاركوا في عملية تطوير لعبة Red Dead Redemption 2، وتخيل بالله كم احتاجوا علشان يخلصون اللعبة. عملية التطوير على Red Dead Redemption 2 بدأت في سنة 2010، يعني من تلك الفترة كان في فريق شغال على أفكار اللعبة وكتابة القصة والعالم والتفاصيل، واللعبة ما نزلت إلى 2018، يعني 8 سنوات من التطوير، وهذه مدة طبيعية بالنسبة للعبة.
لعبة مثل Red Dead Redemption 2، وهذا بالضبط اللي أنا أتكلم عنه. مشكلة Ubisoft أنها تبغى تقدم لعبة عالم مفتوح ضخمة، بس مع ذلك تطلب من المطورين إنجاز هذا المشروع في 2 إلى 3 سنوات. من المطور الخرافي اللي يقدر يخلص لك لعبة بهذا الحجم في هذه الفترة؟ ترى شيء مستحيل وغير منطقي أبدا، وأقصاها لعبتك بتطلع جيدة إلى جيدة جدا في أفضل الحالات. نفس أوديسي، يعني اللعبة كانت جيدة بس ما تعدي هذا الوصف. بس كان ممكن ليوبيسوفت أنها تركز على تطوير لعبة خطية بنفس الفترة الزمنية هذه، وصدقني اللعبة بيكون فيها إخراج ممتاز وكتابة ممتازة وجيم بلاي يليق بالسلسلة، حتى ممكن جيم بلاي ثوري، لأن الفترة مناسبة بالنسبة للعبة خطية فإنك تطورها في 2 إلى 3 سنوات. وإذا كانت يوبيسوفت مصرة على مسألة تطوير لعبة عالم مفتوح، المفترض أن يعطون المطورين فترة أطول في التطوير، وما بس 2 إلى 3 سنوات، حتى لو شركت لي 14 استوديو. أنا ما أقول أن اللعبة الشرط أنها تطلع سيئة أو ما تلعب بالأساس بسبب أنها لعبة عالم مفتوح، لأن عندك أوديسي مثل ما قلت من أول، يعني والله يعني تلعب بس بالتشيت إنجن بصراحة، يعني ما أعتقد أن في حد لعبها بدون تشيت إنجن، بس إني على الأقل تلعب يعني. ويمكن فعلا فالهالا تعلمت من أخطاء أوديسي وما يكون فيه المبالغات في مسألة اللي والله لازم تلفل عشان تقدر تلعب المهام الرئيسية. بصراحة ما عندي ثقة في يوبيسوفت لما أشوف الناتج النهائي بصراحة، لأن قبل فترة يوبيسوفت طلعت وقالت إن نحن تعلمنا من أوديسي وإن ضخامة العالم ما صارت شيء مهم بالنسبة للمطورين. بس بعد فترة بسيطة جدا طلعت يوبيسوفت مرة ثانية وأكدت إن فالهالا بتكون أكبر من أوديسي، يعني وكأن إن هذا شيء إيجابي والمفترض إن نحن نفرح للموضوع. وشوف، لو كانت يوبيسوفت تعلمت من أوديسي، هذا معناه أن المهام الرئيسية ممكن تكون في مناطق قريبة من بعض، بينما المهام الفرعية والأنشطة وزعوها فيما تبقى من العالم على أساس ما تحس أن العالم فاضي. وفي هذا الحالة أنا ما عندي مشكلة، وبالعكس بستمتع باللعبة. لكن أنك توزع المهام الرئيسية علشان تخليني أمتر الماب، وأنا بندخل في نفس المشكلة اللي عانت منها أوديسي. أيضا أحد أكبر مشاكل أوديسي أو أساسنز كريد عموما اللي هي الأبراج. أتمنى أنهم تخلصوا من فكرة الأبراج وصار في تشيك بوينت عادي، لأن عيب بعد 10 سنوات من صدور اللعبة ما زلت مجبر انك تصعد برج عشان تفتح تشيك بوينت. انا ما عندي مشكلة ابدا انهم يحطون ابراج، ان شاء الله يحطون برج بين كل شجرتين، بس لا تجبرني اني اصعد علشان افتح تشيك بوينت. ومثل ما قلت من اول، المعلومات المبدئية اللي طلعت عن فالهالا تبشر بالخير باستثناء موضوع اللي هو ضخامة العالم. بس عموما انا متحمس جدا للقصة، واعتقد انها بتطلع قصة مناسبة لي على الاقل، واتمنى ان ضخامة العالم هذه ما تعيق القصة الرئيسية. ما عندي مشكلة ان العالم يكون فاضي او مليان مهام فرعية، بس اهم شيء انك انت ما توزع لي المهام الرئيسية عليه وتخليني امتر، او انك تجبرني على اني العب مهام فرعية مملة علشان اقدر امشي في القصة. واتمنى العالم ما يكون ضخم على الفاضي او ضخم لإطالة عمر اللعبة مثل ما قلت من اول. واعتقد يوبيسوفت تعلمت من موضوع المايكرو ترانزاكشن ان شاء الله يعني. وفي النهاية اتمنى كل الكلام اللي انا قلته يطلع غلط وتكون اللعبة فوق توقعاتي بكثير. وعلى كل حال ودي اسمع رايك تحت في التعليقات عن كافة المعلومات اللي طلعت عن فالهالا. هل انت متحمس للعبة عموما او تعتقد انها بتكون بنفس مستوى اوديسي او حتى اسوأ؟ ويعطيكم العافية ونراكم على خير في فيديو ثاني. في امان الله.